عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم فيديو اللي تطلب ليا بزاف وطلبوني الكثير من البنات اني نديرو. فاليوم ان شاء الله غنشارك معكم الزيوت الطبيعيه للعنايه بالبشره وبالشعر اللي كنستعمل انا، وغنوريكم الاماكن اللي تقدروا تلقاوها فيها وكذلك الاسمنه ديالهم. فاول زيت غنهضروا عليها البنات هو زيت اللوز الحلو اسيت دي الميندراش دولسيس. غنخلي لكم الاسم ديالو في البانتايا بالنسبه للبنات اللي ما تعرفوش الاسم ديالو بالاسبانيا، وكذلك في صندوق الوصف. هاد القرعه اللي عندي انا ديال ليترو غيقولوا هادي حمقاش كدير بالقرعه فيها ليترو. بوينا البنات، انا كنشري القرعه ديال ليترو لحقاش انا كنستعملو بزاف، لا بالنسبه للبشره ولا بالنسبه للشعر. ففي الاول كنت كنشري القرعه الصغيره ديال 250 مليلتر، والثمن ديالها 3.75 اورو، في بعض الفارماسيا 4 اورو شي حاجه. المهم الثمن روندا الوس 3-4 يورو على حساب كل فارماسيا. والقريعه فيها كيف ما قلت لكم 4 ليترو. انا كنستعملو بزاف، يعني دغيا كتقضى ليا ما كدومش لي واحد الوقت طويل. وملي سقت الخبر بلا كاينه كتباع القرعه ديال ليترو، بديت كنشري القرعه ديال ليترو لحقاش كتقام ليا رخيصه. هذه شريتها ب 9.95 تقريبا 10 ديال اورو، وفيها يعني 100% زيت ديال الميندراس دولسيس، 100% زيت ديال اللوز حلو. فهذا هو اللون ديالها البنات. المهم هنايا راه ما تبيعوش شي حاجه مغشوشه، بالنسبه للبنات اللي في المغرب فهو كيكون سائل ما تيكونش ثقيل، كتكون القوام ديالو سائل، وكيكون الزيت ديالو بحال الزيت ديال لوسيور، بحال الزيت ديال عباد الشمس. هذا هو اللون ديالو. المهم البنات، انا كناخذو من الفارماسيا. والقرعه البنات اللي كيستعملوه بزاف، من الاحسن انكم تشريو القرعه ديال ليترو 1000 مليلتر لانه كتقام لكم رخص. ما تشريوش من الاربولاريو من عند العشاب، لانه زايد ثمن عند العشاب كيدير 13 اورو. في البلايص من انا يعني كنشري، سولت في بزاف ديال الاماكن في الاربولاريوس كنلقى الثمن ديالو 13 اورو، دونك الثمن ديالو في الفارماسيا كيخرج حسن ورخص. الزيت الثاني البنات اللي كنستعمل هو الزيت ديال كوكو. هذه القريعه فيها 500 مليلتر، كنشريها من الاربولاريو، كتقام ليا بثمن مزيان. نص يترو ب 11 اورو 30، هذه شريتها ب 11 اورو 30، بعض المرات كنشريه ب 12 اورو على حساب. هذا الزيت كذلك كنستعمله للبشره ديالي والشعر ديالي، 100% اسيتي بورو دي كوكو، يعني اسيتي دي كوكو بيرخين اكسترا بدون نقاش. الجوده ديالو عاليه، الماركه سميتها مارنيس، فانا كتعجبني بزاف هاد الماركه ديال الزيوت. جربت شحال ديال الزيوت ديالهم، زوينه 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 بزاف. بالنسبه للاستعمال، فالزيت ديال اللوز الحلو والزيت ديال الكوكو كنستعملهم على الوجه ديالي، رغم ان البشره ديالي مختلطه فما كيزيتوش ليا البشره ديالي، ما كينوضوش ليا الحبوب. اما بالنسبه للشعر كنستعملهم غير في الجذور، غير في ماشي في الجذور، سمحوا لي، غير في الاطراف ديال الشعر، من النص ديال الشعر ديالي لتحت ما كنستعملهمش في الجلده ديال الشعر لحقاش عندي مزيته وكيزيتو الشعر. فبالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم دهني، الزيت ديال كوكو والزيت ديال اللوز ما ديروش نهائيا على الجلده ديال الشعر، لانه غيزيد يزيد لكم الشعر. واللي البشره ديالهم ناشفه، فهاد الزيوت بجوج يصلحوا لكم البشره ديالكم، يغديوها لكم ويرطبوها لكم. كذلك بالنسبه للشعر تقدروا تستعملوه من الجذور حتى الاطراف، كيعطيكم ليونه ولمعان الشعر. وحتى اللي كيكون عندها الزغب شويه مشعكك كتمشط الشعر ديالها وكيبقاو شي زغيبات طايرين، فهما كيهدنوا من الشعر وكيعطيوه واحد البريق زوين. الزيت الثالث البنات اللي كنستعمل وما كنستغناش عليه نهائيا هو اسيتي دي ريسينو، الزيت ديال الخروع. كنستعملوه البنات في العديد 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 من الوصفات، لا بالنسبه للشعر ولا بالنسبه للرموش، ما كيخطانيش. من الزيوت اللي بوينو، ما كتزيدش ليا الشعر بزاف، بيرو ما كنخليهش واحد الوقت بزاف، فماشي اي زيت كنديرو في الجدر ديال الشعر ديالي. زيت الخروع فمعروف كيصلح للتنبيت ديال الشعر، انا كنستعملو في الرموش ديالي وفي الشعر ديالي، فدائما كيكون عندي. كنشريه من الاربولايو من عند العشاب، ما كناخذوش من الفارماسيا لانه في الفارماسيا غالي بزاف.
كيبيعوا القريعه غير قديد هكا، ما عرفتش شحال فيها من مليليتر. المهم القريعه صغيره، كاسي كدير 5 الاورو. هذا مشيت سولت عليه في الاربولاريو، كذلك ما لقيتش هذا الثمانيو هذا، حتى هما لقيتهم كيبيعوا القريعات صغيورين وتيخرج الثمن ديالهم غالي. فهذيك اللي كنت عامل معاها بقيت كنهضر انا وياها، قلت لها زعما واش كاين الثمانيو كبير. عيطات للبرويفيدور اللي كيتعاملوا معاه، قالت لي سي كاينه القرعه ديال 250 مليليتر، هذه فيها ربع يترو 250 مليليتر والثمن ديالها 12 الاورو. الوغ انايا مين درت الحساب ديالي كومباريس ما بين الفارماسيا والاربولاريو، لقيت بان هذه القرعه هذه غتقام ليا رخيصه بزاف على الا بقيت كنشري بالقرعات الصغار. القرعات الصغار اصلا ستيتوا بزاف، ويعني في جوج ديال الاستعمالات ما غيبقاش ليا. فخديت هاد القرعه رغم انها في الاول كتبان غاليه 12 الاورو، ولكن راها كدوري واحد الوقت كتير. دابا انا قربت سالا ليا، ما عرفتش اش كيبان لكم، راه وصلت لحد هنا وهذه تقريبا باقي فيها يعني هذا كامل، وتقريبا هادي عام وهي عندي. فكذلك الزيت ديال الخروع البنات اللي كتقلب عليه افيت الرثينو، حتى هي غنخلي لها الاسم ديالو في البانطايا وكذلك في صندوق الوصف. وإلا كتقلبوا عليها البنات فراه كيتباع في الاربولاريو بثمن مناسب. معلومه اللي بغيت نعطي للبنات اللي البشره ديال الوجه ديالهم جافه بزاف لدرجه انك دير لهم القشور يعني وكيعانيوا من هذا المشكل، فالزيت ديال الخروع كذلك تقدروا انكم تستعملوه على الوجه ديالكم، تزيدوا ليه واحد شوي ديال الماء كيزيد يقوي الافكتو ديالو، ودهنوه في الليل مزيان، دير واحد المساج للوجه، دهنوا واحد الكميه لا باس بها في الوجه ديالكم وتخليوه تنعسوا به، فهو كذلك يصلح للبشره الناشفه بزاف واللي فيها القشور. وباش ما يتقلقوش البنات اللي خاصهم الزيوت ديال ميركادونا، حنا بغينا الزيوت اللي في ميركادونا. بغينا البنات باش انا نكون صريحه معكم، انا راه ما كنشريش الزيوت اللي كاينه في ميركادونا لانه راه ماشي طبيعيه. راه اللي طبيعي فيها هو داك السميه اللي دايرين 100% ناتورال، نويس نادا ناتورال. مثلا الزيت ديال اللوز الحلو كيكتبوا لك بانها 100% طبيعيه، ولكن من كنقراو المكونات كتلقاو بانها مجموعه ديال الزيوت مخلطينها وكاتبين بانه الزيت ديال اللوز الحلو، والثمن ديالها ما عقلش كنظن واش 3 اورو شي حاجه الله اعلم. فانا بالنسبه ليا نصيحتي لكم هذاك الثمن زيدي عليه وسيري خديها من الفارماسيا. انا صراحه باش نكون معكم واضحه، الحاجه اللي كنبينها كنكون انا ديجا مستعملاها وعاطياني نتيجه، ما يمكنش باش ندير لكم الخاطر امشي نشري واحد الزيت ونجي نقول لكم واو هذه الزيت ديال ميركادونا واعره ديروها. انا صراحه ما كنستعملش نهائيا الزيوت ديال ميركادونا، خصوصا اللي كتكون في الجهه ديال بيرفوميريا. ولكن باش حتى شي وحده ما يطير لها وكل شيء يبقى على خاطره، جبت لكم واحد الزيت طبيعيه كذلك من ميركادونا، ولكن من الجهه ديال الاكل ماشي من الجهه ديال البرفوميريا، وهو الزيت ديال افوكا او اسيتي دي افوكاتي. بزاف ديال البنات يعني الشعر ديالهم ناشف وقالوا لي بغينا زيوت للشعر الناشف، هادو كاملين اللي وريتكم البنات كيصلحوا للشعر الناشف. بالنسبه للبشره ديال للشعر ديالها دهني راني قلت لكم ما ديروهمش نهائيا في الجدر، لحقاش كيزيتوا الشعر من غير الزيت ديال الخروع. فانا في الوصفات اللي كندير فيهم زيت ديال الخروع كنخليهم فقط 30 او 20 دقيقه وكنغسل الشعر ديالي باش ما يزيدش ليا. بالنسبه للزيت ديال اكواكاتي ديال لافوكا، كاين البنات في الميركادونا اسيتي دي افوكاتي 100% فيه 250 مليلتر. العجيب في هذا الزيت انه تصدمت من الثمن ديالو، الثمن ديالو فقط 5 ديال الاورو، مين تراس انهم الى خديتو من عند الاربولاريو يعني الثمن ديالو كيكون سواء الاربولاريو او فارماسيا او جهه اخرى الثمن ديالو كيكون طالع بزاف على 5 اورو، يعني القرعه كبيره فيها 250 مليلتر. هاد الزيت دايرينو الاكل ولكن كذلك كيصلح للشعر، خاصه الشعر اللي كيكون جاف. فبالنسبه للمكونات دايرين افيت دي افوكاتي بودي كونتينير تراساج دي فروتو سيكو سيسامو، بوينو دايرين بانه 100% زيت ديال الافوكا. فبالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على الزيوت لترطيب الشعر وتغذيه الشعر الجاف، فراه كاينه البنات ها هو في ميركادونا غتلقى وحده الزيوت ديال الاكل، حدا زيت ديال الزيتون،
حاطين كذلك حداه الزيت ديال الكوكو. انا شخصيا الزيت ديال الكوكو ما كنشريهش نهائيا من ميركادونا، ولكن اللي بغات تشري الزيوت من شي بلاصه هي حره. انا قلت لكم الزيوت اللي انا شخصيا كنستعملها والاماكن اللي كنشريها، فدائما من كنبغي نستعمل شي حاجه للبشره او للشعر كنبغي نشري شي حاجه اللي نكون واثقه من الجوده ديالها وتعطيني واحد النتيجه مضمونه. الزيت ديال ميركادونا شنو اللي خلاني اني ما نشريهاش اسيت دي كوكو، هو انه الناس الاختصاصيين في الاعشاب والاطباء ديال الجلد كيقول لك بان الزيوت الطبيعيه ما خاصش تكون فيها الرائحه، وهذاك الزيت ديال الكوكو ديال ميركادونا يعني بحال كتاكلي شي حلوه ديال الكوكو، والثمن ديالو صراحه رخيص بزاف. يعني انا ما عمري شريته بهذاك الثمن، ما كنقولش بانه الحاجه الغاليه كتكون مزيانه، شحال من حاجه كتكون غاليه والتعلاقة، ولكن انا صراحه هذا ما نقدرش نستغنى عليه. الجوده ديالو زوينه بزاف، كناخذو من الاربولاريو وميبا مويبي، صراحه في الشعر ديالي كيعطيني الريزولتادوس اللي انا كنقلب عليهم. بوينو نرجعوا لهذا اللي شجعني اني نشري، هو ان المكونات ديالو يعني 100% دايرين زيت ديال الاواكاتي، وكانوا حاطينه في الجهه ديال الماكله، يعني ما شفتش فيه شي مكون اللي ماشي تلهي، مكونات طبيعيه. وعلى داك الشيء وريته لكم باش اللي حداها، انا كنتفهم بانه كاين البنات اللي ساكنين في البويبلوس ما حداها لا اربولاريو ما حداها حتى شي حاجه، فقط كيكون واحد السوبر ميركادو. فها هو هذا الزيت ديال لافوكا، واصلا كيصلح حتى للبشره بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم ناشفه، فالزيت ديال لافوكا كيغذي وكيرطب سواء البشره الناشفه او الشعر الناشف. مهم البنات، هادو هما الزويتات ديالي راني تقاسمتهم معكم. ضروري الاعتناء بالشعر ماشي غير من برا، من الداخل ومن برا. شربوا الماء بزاف، كلوا تغذيه صحيه متوازنه ومختلفه، وكذلك تكملوا يعني بالاعتناء به خارجيا بالزيوت وبالوصفات الطبيعيه. فهاد الزيوت البنات زوينه زوينه بزاف بالنسبه للشعر الناشف، كتغذي الشعر الناشف وكتعطيه واحد الترطيب واحد اللمعان. اما بالنسبه للشعر الدهني فما ديرهمش نهائيا على الفروه ديال الراس، اصلا الشعر الدهني كيكون مرطب ما يحتاج واحد الترطيب، فقط ديروه في الاطراف، فالشعر كيتقصف مع الاشعه ديال الشمس ومع بعض المنتجات الكيميائيه. ديروه في الاطراف ديالكم، ولكن في الفروه ديال الشعر ما ديروش. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غنخلي لكم جميع الاسماء ديال الزيوت باللغه الاسبانيه في صندوق الوصف. فانا شاركت معكم بلايص مين كنشريه، اللي كاينين زيوت اللي كيتقامو رخاصين في الفرماسيا، وكاينين زيوت اللي كيتقامو رخاصين في الاربولاريو. اللي بغات تشريهم من بلاصه اخرى فكل واحد حر في الاختيار ديالو. فانايا عاودت لكم على التجربه الشخصيه ديالي. الا كنتو كتشوفوا الفيديو ديالي اول مره وعجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه، وما تنساوش انكم تشاركوا الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء والاحباب، وكذلك في الريدي سوسياليس باش تكبر العائله ديالنا في اليوتيوب. ان شاء الله ندير لكم وصفات طبيعيه بهذا الزيوت. اكيد انه بزاف غيقولوا لي وليش كتستعملي هذا وفين كديري هذا، فان شاء الله غندير لكم وصفات طبيعيه بكاع هاد الزيوت، اغلبيه كنستعملهم في الوجه ديالي وفي الشعر ديالي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون مفيد بالنسبه لكم وينال الاعجاب ديالكم. اللي عندها شي سؤال مرحبا بها، والى فيديو قادم ان شاء الله.